أعزائي الرياضيين، السلام عليكم. يلتقي فريق الجيش الملكي وفريق الفتح الرباطي في الدوري المغربي الجولة 26. ستشاهدون في هذا الفيديو الموعد والتوقيت والقنوات الناقلة. إذن فريق الجيش الملكي يحتل الصف الأول ب 54 نقطة، بينما فريق الفتح الرباطي يحتل الصف الثالث ب 47 نقطة. بالنسبة لموعد اللقاء، فريق الفتح الرباطي ضد الجيش الملكي مساء الاثنين 29 شهر 5 2023 على الساعة 8 بالتوقيت المغربي والتونسي والجزائري. اللقاء سيدور في ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط. بالنسبة للقنوات الناقلة، فقناة الرياضية المغربية ستكون في عين المكان لنقل الحدث مباشرة من هناك. إذن تنافس قوي بين الجيش الملكي والفتح الرباطي وأيضا فريق الوداد البيضاوي على لقب الدوري لهذه السنة.